حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة توعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، ونشاهد بحلقتنا لهذا اليوم أهم الفعاليات التي تقوم بها الوزارة في بغداد وباقي المحافظات، وأكيد البداية كالعادة من العناوين. تعزيز الشراكة بين وزارتي البيئة والتخطيط في مجال التوعية البيئية والاستدامة والتغيير المناخي. زيارة ميدانية لمكون هور الحويزة لمتابعة وتقييم الواقع البيئي والجفاف. ندوة علمية عن التغيرات المناخية وتأثيرها في أزمة شحة المياه في العراق. كما نشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وباقي المحافظات. أكد معالي وزير البيئة على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة البيئة وتبادل البيانات والملفات سيما مع البعثات الدبلوماسية، مشددا على أن ملف المياه له الأولوية بجانب التكيف، مبينا أن وزارة البيئة تمتلك أجندة إقليمية بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال مشاركة وزير البيئة المهندس نزار أميدي في الجلسة الحوارية الخاصة بالبيئة والمناخ والأمن المائي والغذائي التي عقدت ضمن أعمال مؤتمر السفراء العراقيين بنسخته السابعة والذي تقيمه وزارة الخارجية مع السادة وزراء الزراعة والموارد المائية ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ورئيس لجنة المياه والزراعة والأهوار النيابية ووكيل وزير البيئة الفني ومبعوث العراق للمناخ. أميدي بيّن بأن هذا النوع من المؤتمرات يعد مهما جدا إلى وزارة البيئة، كون العمل البيئي يتطلب أبعادا سياسية ودبلوماسية وفنية. لأنها حياتنا وحياة أجيالنا، احمي بيئتك فهي نعمة الله علينا. طموحنا أن يكون العراق سلة الشرق الأوسط للغذاء بعد تطوير القطاع الزراعي والإروائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبمساهمة فاعلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. المشاكل والتهديدات للبيئة العراقية الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية في العالم، شحة المياه وموجات الجفاف، العواصف الترابية وتصحر الأراضي، ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، تدهور اقتصادي وازدياد حالات الفقر والبطالة، تأثيرات ملحوظة على بيئة وصحة المواطن. تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية بسبب قرون من مخرجات التلوث الناجمة عن الثورة الصناعية في العالم، فهي قضية تتطلب تعاونا دوليا للتحرك نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون. وتعمل الحكومة على أن يستفيد العراق من تنفيذ مشاريع آنية ومستقبلية تسهم في تحسين الاقتصاد الأخضر. سلوكنا حضارة، بيئتنا اهتمام، لنحافظ عليها سليمة ونظيفة. شارك عدد من المدراء العامين والعمداء ورؤساء الجامعات في الدورة الخاصة بالمدراء العامين المقامة في المركز الوطني للتطوير الإداري. تفاصيل أكثر نتعرف عليها سويا من خلال التقرير الآتي فلنتابع. تعزيز الشراكة بين وزارتي البيئة والتخطيط يعد خطوة مهمة تسهم في تعميق الوعي البيئي، حيث تم مشاركة عدد من المدراء والعمداء ورؤساء الجامعات وعدد من الوزارات في الدورة الخاصة بالمدراء العامين المقامة في المركز الوطني للتطوير الإداري بالتزامن مع البرنامج الحكومي لتطوير الملاكات القيادية في مؤسسات الدولة كافة. استنادا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء
وبمتابعة حثيثة من قبل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، يعقد المركز الوطني للتطوير الإداري وهو أحد تشكيلات وزارة التخطيط دورة متخصصة للارتقاء بواقع مهارات المدراء العامين والدرجات الخاصة وعمداء الكليات مساعدي رؤساء الجامعات بمجالات عديدة منها الجانب البيئي أيضا. حقيقة المحاور التي تم تدريب الأخوة والأخوات أصحاب الدرجات الخاصة عديدة، منها المحور المالي، المحور القانوني، ومحور المهارات القيادية، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي. حقيقة هذا المركز يعتبر من المراكز المهمة في الدولة العراقية، المركز الذي يتبع إلى وزارة التخطيط العراقية. قمنا بالتنسيق مع هذا المركز في استثمار الدورات التي يقيمها المركز للإدارات العليا في الدولة العراقية والإدارات الوسطى، وتم الاتفاق على أن تكون مضامين التوعية في مجال التغير المناخي ووثيقة المساهمات الوطنية لجميع الوزارات. يعد الأداء البيئي ومستوى المعرفة بالواجبات البيئية هو عمل يخص الجميع، وهو جزء من توجه وزارة البيئة لتعميق الوعي البيئي والمسؤولية البيئية وتعزيز مفاهيم وأدوار وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الخاصة بالتغيرات المناخية لجميع وزارات الدولة والقطاعات الحكومية والخاصة. الحقيقة الهدف من هذا البرنامج هو تنشيط القدرات الإدارية والتذكير بأهم المبادئ والمقومات التي ينبغي التقيد أو الالتزام بها من أجل تحقيق إدارة كفوءة وناجحة. تعرفون أن الإدارات العليا يقع عليها عبء كبير في إدارة مسؤولية هذه المؤسسات التي يقودونها، ولذلك الرجوع إلى الجوانب المنهجية سواء كانت أكاديمية أو تطبيقية تحقق الاستدامة في حسن الإدارة لهذه المؤسسات. محاضرات متعددة ومتنوعة كانت يعني ذات قيمة عالية من المادة البحثية أو المادة النظرية التي ألقيت. فرصة طيبة أيضا كانت أن بالتعارف مع باقي الزملاء في نفس الوسط الإداري في الجامعات الأخرى وبالتالي أيضا في خارج الوزارة. الإدارة ضرورية بأن يكون دائما هناك أبديت، يكون هناك تحديث للمفاهيم العلمية حسب ما يوصل لعلم الإدارة، وبالتالي حينما نكون بالمستوى القيادي يجب أن نتواكب مع هذا التغير من خلال هكذا دورات، سواء كانت في التخطيط الاستراتيجي، الإدارة الحديثة. وأشاد المديرون العامون المشاركون في تلك الدورات بمستوى الأداء والتنظيم المتميز للدورات، مؤكدين أهمية مثل هذه البرامج والفعاليات لتطوير القدرات ورفع مستوى الأداء والكفاءات للكوادر القيادية والمؤسسات. إصرار وزارة البيئة على إشراك المؤسسات الحكومية لا سيما أصحاب القرار في التوعية للأدوار المطلوبة في مواجهة التغير المناخي الذي يعتبر خطوة مضاعفة لحملات موسعة تطال كل قطاعات الدولة. من مركز الوطني للتدريب والتطوير بان سمير لبرامج التوعية البيئية. بيئة سليمة، إنسان ينبض صحة وحياة. أهلاً، أنا ذرة كربون، وجودي هو نتيجة لاستهلاككم الغير مسؤول للوقود. في عام 2021 فقط أنتج العالم 36 مليار طن من الكربون، لذلك فهناك البلايين مني في غلافكم الجوي. سنغلف الأرض وستزداد درجة الحرارة كل عام، وسنجعل من حياتكم أصعب. اتخذ خطوة وقلل انبعاث الكربون. دائرة التوعية والإعلام البيئي وبالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات نظمت ندوة توعوية عن التغيرات المناخية وشحة المياه. تفاصيل أكثر نتعرف عليها سويا من خلال التقرير الآتي فلنتابع. دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات نظمت ندوة توعوية عن التغيرات المناخية وشحة المياه.
دائما احنا نسعى في إقامة ورش وندوات ومحاضرات توعوية حول التخلص من التصحر وإنشاء مساحات خضراء داخل الكلية وداخل المجتمع والمحافظة، وأيضا نعالج حالات التصحر وانبعاث الغازات والتوعية حول استخدام الطاقة النظيفة. فهاي الندوة كانت جدا مفيدة لطالباتنا حتى تنطيهم معلومات كافية وتوعية حول شلون نقدر نحافظ على البيئة، وطبعا هاي كلها هي تصب في أهداف التنمية المستدامة. تم اليوم تنفيذ ندوة توعوية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد، وكان هناك حضور من الطالبات، وكان هناك تفاعل في موضوع التغيرات المناخية والمياه، وكانت هناك مقترحات في داخل الندوة للطلبة الموجودين، وتشرفنا باللقاء بالهيئة التدريسية، وكان هناك دعم لتحسين الواقع البيئي في داخل الكلية من خلال زيادة المساحات المزروعة والنظافة الموجودة في داخل هذه الكلية. سيكون هناك لنا لقاءات مستقبلية إن شاء الله لنعقد هكذا ندوات في داخل هذه الكلية، كلية تربية بنات، وهناك دعم من الهيئة التدريسية وعميدة الكلية لهذا النشاط، وإن شاء الله ستكون هذه المجموعة من الورش والندوات هي ضمن خطة قسم البيئة الجامعية في دائرة التوعية والإعلام البيئي. الورشة تضمنت تعريف المشاركين بالتغيرات المناخية الطبيعية وإلقاء محاضرات مهمة من قبل ممثلي عن دائرة التوعية والإعلام، تناولت شرحا مفصلا عن التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على البيئة العراقية خاصة ودول العالم أجمع. التغير المناخي هو ليس يعني يأثر على شخص معين أو عائلة معينة أو دولة معينة، هو رح يأثر على الكرة الأرضية، وإحنا جزء من الكرة الأرضية اللي نتأثر بها وتأثر علينا. فالمفروض كل فرد عايش على هذه الكرة الأرضية يعرف كيف التعامل مع هذه البيئة، اللي هي ما هو المؤثر وما هو اللي يأثر عليها. فكل ما احنا حمينا البيئة كل ما أعمارنا طالت، صحتنا أفضل، مستقبلنا يكون أفضل، الراحة اليومية يعني المناخ يأثر على يوميات الشخص من خلال تنفسه، من خلال شربه، من خلال طعامه. وزارة البيئة تعمل على تعزيز الأداء المؤسسي ونشر الثقافة البيئية وتعزيز السلوك البيئي السليم والتواصل مع شرائح المجتمع كافة، فضلاً عن الاهتمام ببرامج التوعية والتثقيف البيئي وتنسيق جهود الجهات الحكومية والأهلية كافة، وذلك لحماية البيئة من التلوث. جميلة هي الحياة حينما تحتضنها بيئة أجمل. فرق دائرة التوعية والإعلام البيئي بالتعاون مع مديرية بيئة ميسان تنظم زيارة ميدانية لمكون هور الحويزة لمتابعة وتقييم الواقع البيئي. نتعرف على التفاصيل من خلال التقرير الآتي فلنتابع. أحبة المشاهدين، احنا اليوم متواجدين في ميسان العمارة، ومتواجدين بالأخص في هور الحويزة. مثل ما تشوفون يعني منطقة الأهوار في جفاف تام وانعدام الحياة بصورة متكاملة، ونزوح الأهالي إلى المناطق المجاورة، لذلك احنا راح نوصل صوتهم إن شاء الله إلى الجهات العليا. أجرت فرق دائرة التوعية والإعلام البيئي بالتعاون مع شعبة الأهوار في مديرية بيئة ميسان زيارة ميدانية لمكون هور الحويزة لمتابعة وتقييم الواقع البيئي والجفاف الذي يتعرض له المكون، وتنفيذا لمتطلبات لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو. تنفيذا للخطة الشهرية الوزارية وتنفيذا للمعلومات ومتطلبات منظمة اليونسكو، نقوم بإجراء زيارات حقلية وميدانية إلى مواقع التراث العالمي، ومن ضمنها اليوم مثل ما تعرفون حضراتكم إحنا اليوم الآن واقفين في المنطقة
خلينا نقول الكورزون او قلب مكون تراث العالم هور الحويزة. هور الحويزة تعرض الى الجفاف لعدة مرات نتيجة التغيرات المناخية، واحنا نحب ننوه عن هذا الموضوع ومن خلال تقاريري الشهرية واليومية والاسبوعية قمنا باعداد تقارير ودراسة حول تأثير التغيرات المناخية ومدى تأثيرها الكبير على الأهوار، ورفعنا دراسة بهذا المجال. احنا نطالب من خلالكم الجهات الحكومية المعنية بزيادة الإطلاقات المائية إلى أهوار محافظة ميسان بصورة عامة ومكون التراث العالمي بصورة خاصة. هذه المنطقة تحولت إلى منطقة أشبه بالصحراء، يعني منطقة قاحلة لا تكاد تصدق أنه كان هناك مياه أو أي نوع من الأنواع الأحياء. هنا معدومة، لا طيور ولا أسماك ولا أي شيء آخر، فقط يعني قطع من الأراضي المتصحرة يعني أو الآيلة إلى التصحر. الفريق الميداني لاحظ استمرار جفاف الهور وعدم قدرة الفرق الرقابية على سحب نماذج المياه لإجراء الفحوصات بسبب الجفاف التام وعدم مشاهدة أي تنوع من أنواع التنوع الإحيائي. السمكة بيها والطيرة بيها والحلال بيها، هسه احنا جفينا كل شيء ماكو غير هالحكي. حجية احنا عيشتنا بس على الماي، لا الله وليكم تطونا الماي، كل شيء ما اريد، لا اريد راتب ولا اريد عيشه، اريد بس المي. حتى راتبكم ما اريد، هاي مال الدوله، كل شيء ما اريد بس على المي، احنا عايشين بالمي. هاي بعتقد ايش اقول، جفاف هاي السنه ثالثه مش كذا، احكي اليوم امس الجفاف صار من هذا الفيق، ما اكو بعد هو جفت كل شيء ما اكو، لا سمك ولا طيور ولا شيء ولا جاموس. شوفوا المعالف اللي خضر كان متروسه ملح حتى اصبح كل شيء ما بي، بيش نعيشه؟ غريد عيشه يما يا ماكو عيشه. بعد انتم هاي تشوفون حالنا، هذا حالنا زري وكل شيء ماكو. لا الله جفت السميك احنا جفينا. وزارة البيئة أوصت الجهات المعنية على ضرورة توفير الحصة المائية لإنعاش الأهوار بصورة عاجلة، وإن استمرار حالة الجفاف سيؤثر على التنوع البيولوجي في الأهوار خاصة في ظل التغيرات المناخية. البيئة رؤية وحقيقة، تمتع بها، طورها. الآن مشاهدينا الأكارم ننتقل سويا لمتابعة الحقيبة الإخبارية التي تضم في جعبتها أهم الأخبار والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة في بغداد وباقي المحافظات، فإلى هناك. أكدت مديرية بيئة البصرة على استمرار الرقابة البيئية في مختلف مناطق البصرة لتقييم الواقع البيئي فيها ومعالجة التلوثات حفاظاً على البيئة. وبيّن مدير بيئة البصرة كريم عبد الخيص عن قيام شعبة الأهوار في المديرية بزيارة أهوار المسحب والإصلال لمراقبة الواقع البيئي وجمع نماذج مياه وتربة تنفيذاً لتعليمات وزارة البيئة. نظمت فرق مديرية بيئة ميسان كشوفات ميدانية لموقع الطمر الصحي في قضاء الكحلاء لمعرفة مدى التزامها بالمتطلبات والشروط البيئية. وقال مدير بيئة ميسان باسم محمد أن الكشوفات الموقعية أجريت لمتابعة الموقع ولضمان صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم ملاحظة انتشار تلك النفايات بشكل عشوائي وقيام البعض برمي وتفريغ النفايات خارج موقع الطمر، مما سبب بتراكمها وانتشارها بصورة عشوائية وغير حضارية. أجرى فريق الرقابي من مديرية بيئة كربلاء المقدسة كشفا بيئيا على أقفاص تربية الأسماك في قضاء الهندية لمعرفة مدى توفر الضوابط البيئية. مدير بيئة كربلاء المقدسة حامد عبيد بيّن أن فرق المديرية تتابع وبالتعاون مع شرطة حماية البيئة ظاهرة صيد الأسماك بالشكل غير مسموح، والذي بدوره يعمل على تدهور البيئة ويؤدي إلى تلوث البيئة السمكية، مطالبا أصحاب الأقفاص بضرورة الحصول على الموافقات البيئية ومراجعة دوائر البيطرة في حالة رصد أي نفوق للأسماك.
رصدت الفرق الرقابية في مديرية بيئة واسط حرقا عشوائي في موقع طمر الدبوني في واسط. مدير بيئة واسط علي عبيد حمود قال أن الفرق الرقابية قامت بإجراء جولة تفتيشية على موقع طمر الصحي الدبوني ورصدت حرق عشوائي للنفايات داخل موقع الطمر، مبينا أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الموقع حفاظا على البيئة والصحة العامة للإنسان. أجرت فرق مديرية بيئة الأنبار زيارة إلى بعض الأنشطة الخدمية المتمثلة بمركز صحي المدينة السياحي في قضاء الحبانية، وقال مدير بيئة الأنبار قيس ناجح أنه تم ملاحظة التزام القائمين على النشاط بتوفير المتطلبات البيئية من خلال وجود فرز للنفايات الطبية عن النفايات الاعتيادية داخل المركز، إذ يتم التخلص من النفايات الاعتيادية عن طريق القسم البلدي التابع لمديرية بلدية الفلوجة إلى موقع الطمر الصحي. هواؤك، ماؤك، أرضك، ملكك، حافظ عليها من التلوث. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وفعاليات ومهام جديدة لوزارة البيئة. إلى اللقاء.